الحكومة الشرعية ممثلة في السلطة المحلية في محافظة مأرب حريصة في إيصال المواد اليومية من الغاز والمشتقات النفطية إلى جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء، بما فيهم صعدة وعمران والمحافظات التي تسيطر عليها الحوثيين، ولن ينقطع، ستظل مستمرة مهما حاولت الميليشيات. الشركة تبيعها للوكيل الذي يصله إلى المحافظات ب 2300 ريال يمني. المواطن يستلمها مباشرة من الوكيل ب 3500 ريال. فارق الأسعار تأخذها الميليشيات تبيعها في السوق السوداء وتستغلها في المجهود الحربي أو في خدماتها الشخصية الخاصة بها.